طب ممكن اسالك سؤال نمشيها واحده واحده؟ اتفضل. وعلى فكره انا مقتنع بكلامك، مش هو اكيد يعني مش بس محلل الاداء هو اللي اكيد هيخليه ياخد القرار ده، بس هو مثلا لو جه قال له او هو المدرب بينه وبين نفسه حاطط ان مهند لاشين لو نزل هيديني 6 من 10 من اللي انا عايزه مش من مستوى، لو زيزو نزل هيديني 5 من 10. طب بقى في فرق درجه واحده بس، فجي محلل الاداء ده حال زيزو احسن دلوقتي عشان اللي قدامه اللي هيلعب قدامه في كوت ديفوار بدنيا وقع فممكن يجري بيه او يعمل حاجه زي كده، واداله ارقام من اللعيب اللي قدامه. اوكي. بما ان النسبه متقاربه انا مش دلوقتي مش بقول لك 2 لعيبه هيبقوا فرق عن بعض كتير، طب ما انا ممكن اختار زيزو. انا بقى بحاول طيب. بحاول اعيش في عقل الراجل يعني. طيب اكلمك انا انا كمدرب طبعا اللي بيفرق بقى في المدرب الحاسه بتاعت المدرب، انت كمدرب انت لازم تكون حاسس كل لعيب عندك. حته ان انا هنزل لعيب ويديني ارقام دي مفيش اي حد يعرفها غير ربنا. انسى انسى، ممكن لعيب مكسر الدنيا في التمرين مكسر الدنيا في ارقامه وينزل الماتش ما تشوفوش. وارد ولا مش وارد؟ وارد. فانا احساسي باللعيبه في التمرين، احساسي باللعيبه في الماتشات، احساسي بالمباراه نفسها، احساسي بوشوش اللعيبه، احساسي بكلامي مع اللعيبه، احساسي بكلامي قبل الماتش بيوم، ده اللي بيخليني اخد قرار ان انا هنزل ده. ان انا هنزل زيزو عشان يعمل لي زياده هجوميه، عشان يعمل لي زيزو عنده مجهود، هيعرف يدافع، هيعرف يدخل في الملعب، هيعرف يطلع على الاطراف، يعمل كروسات، يعرف يشوط، عنده مميزات كتير جدا. او هلاعب لعيب شكله دفاعيا اكتر عشان يسد نص الملعب اكتر، هل انا عايز اكسب ولا عايز مباراه متوازنه، هل انا وسط الملعب بتاعي مش مستحوذ على الكوره فهنزل حد يمسك لي الكوره بامكانيات دفاعيه اكتر، يعني حاجات كتير جدا لازم المدرب يحسمها. فدور محلل الاداء هيبقى صعب قوي ان هو يدخل في دماغ المدرب، لان المدرب مهما كان هو 100% بالظبط. لا عمر ما الارقام هي اللي تخليك انت مدرب، ويقول لك طب انا ممكن اجيب بقى واحد يحط لي ارقام وانزل اضرب انا كمان. بالظبط اكيد بالزبط. لكن هو لكن بس الارقام مهمه، الارقام والتحليل الاداء ده مهم جدا، الارقام مهمه جدا لساعتها صح لساعتها. لكن بعديها احنا اتكلمنا في الموضوع ده الحلقه اللي فاتت برضه، صح الارقام مهمه جدا للحظه دي، لكن بعد اللحظه دي بثانيه ممكن الارقام دي تنهار. مفهوم. تنهار يعني حسام حسن هداف ولا مش هداف؟ هداف طبعا. قعد سنه ما يجيبش جوان، كان وكوا كان هيتجنن، او قعد يعني قريب من سنه، حد كان يتوقع ان حسام يقعد مثلا الفتره دي ما يجيبش جوان؟ فهي تقرير انجليزي هقول لك حاجه، ده بيب جوارديولا بقى، بيب جوارديولا تقرير انجليزي بيتكلموا عن اسباب رحيل سيرجيو اجويرو من مانشستر سيتي، وما كانش عندهم هداف، ما عندهمش مهاجمين، خيسوس وبرده خيسوس شويه بيب جوارديولا بيلعبوا جناح او يمين او شمال. ففي التقييم مكتوب ايه بقى؟ مكتوب ارقام اجويرو، اجويرو هداف بيسجل اهداف، يشوف بيسجل اهداف ومش من الفرقه طبعا، بس ارقامه في الاستلام والتسليم والتحركات يعني الارقام الاستاتستكس بتاعت اجويرو خلت بيب جوارديولا يوافق انه يستغنى عنه، رغم ان انت ممكن نظريا تقول ايه؟ لا لا انا ممكن ما اخدش منه الارقام دي كلها، ادام سجل لي جول خلاص، بس الارقام حتى في مدربين عالميين بما ان الكره اتطورت وبقت عين بقت مهمه. اقول لك على حاجه، بيب جوارديولا لو بياخد بالارقام اكيد بيستعين بالارقام، لازم كلنا نستعين بالارقام طبعًا. لكن ما اخدش بيها. ما اخدش بيها خالص. ليه؟ ما انا بقول لك انا استعين بيها ان هي تديني فكره عامه عن اللي حواليا، ان هي تديني فكره عامه عن اللعيب ده شكله ايه وكان عامل ازاي، لكن اخد بيها كقرار بعد كده هيبقى الموضوع صعب. لازم انا اخد بحس انا كمدرب، لازم اخد بحس اللعيب في الملعب عامل ازاي. انا عندي لعيب مثلا مكسر الدنيا هداف، لكن حالته الاسبوع ده انا شايف ان حالته بعيده قوي عن ان انا ادخله، عنده 60 حاجه في دماغه. انت عارف اطبقها لك عمليا يعني تأييدا لكلامك، بس من جزء يعني انا في جزء انا مقتنع بيه وفي جزء برضه مقتنع بكلامك، انه مثلا ممكن يجي لي الارقام انه لاعب الوسط اللي معايا دوت عمل مثلا اكبر تمريرات او اكبر عدد تمريرات في اللاعبين كلهم. بالظبط. بس لما ابص انا بقى بعناية في الملعب الاقي التمريرات دي كلها لورا. بالظبط. فخلاص ما ده مبقاش مفيد، انا ممكن اخرجه رغم ان هو مميز رقميا يعني. بالظبط بالظبط. عندي لعيب مثلا مصطفى مصطفى محمد لعيب هايل، هيدرز هايل، لكن ممكن في ماتش ولا كرة يجيبها بدماغه. هل معنى كده ان هو وحش في الهيدرز؟ لا طبعا. هل معنى كده ان انا نزلته عشان هو هيجيب جوان بدماغه؟ لا طبعا. فهي الموضوع هي نسبة وتناسب، الموضوع باكج. بالظبط كده، برافو عليك. اللي هو حاله حاله عامه، لكن ارقام طبعا. انا ما يبقى انا ما بفهمش حاجه لو اقول لك ما اخدش بالارقام، لكن ان انا اجزم بيها وان انا ابني عليها، انا بقى ضد الحته دي شويه. لازم ابني عليها بس بنسب، بنسب قليله عن اللي انا شايفه. ممكن تبقى نسب كبيره، يعني انا عندي لعيب مثلا بيشوط ضربات جزاء ما بيجليش ضربات جزاء، نسب في ضربات الجزاء مثلا 10 من 10 فاحط رقم واحد ما جابش، وارد. صح صح. يبقى انا كده خدت بالارقام ولا خدت انا بان اللعيب ده كويس؟ لعيب كويس بس.
فهي الموضوع دور محلل الاداء مهم جدا جدا جدا، ان هو ينبهني ان اللعيب ده بدا مجهوده البدني يقل. خلي بالك في ثغره كبيره جدا، وطبعا انت شايف بس انت محتاج تنبيه. وانت معاك طقم مدربين ومعاك جهاز بره ومعاك المحللين الاداء بتوعك، فهي الكره بصراحه بقت يعني بقت كلها احصائيات وبقت كلها ارقام زي ما انت بتقول، لكن انت تطلع الحاجات دي ازاي انت كحسك كمدرب، دي اللي تفرق.